مع بعض تقرير في اتنين، ده بمناسبة بقى عمل الخير، حاجة بقى على النقيض يعني. يعني في أب قلة ضمير وتسمح له إن هو يتجوز بنته القاصر ويسيبها تتبهدل طول حياتها بعد كده، وادي جوزها مش راضي يعترف بالولد كمان. نروح بقى إلى النقيض، ناس كلها خير قلوبها خير، اتنين من أهالي عين شمس عملوا مبادرة زي مبادرات الحقيقة كتيرة شبهها يعني شفناها في الفترة اللي فاتت دي، بس قلنا إنه أي مبادرة من النوع ده إن شاء الله هنلقي الضوء عليها. مبادرة ضد الغلاء في منشية السد العالي في عين شمس. حددوا يوم واحد في الأسبوع، اليوم ده هيبيعوا فيه المنتجات بأسعار أقل من الأسعار العادية. نزلنا واتكلمنا مع أصحاب المبادرة دي وعرفنا خضار بقى وفاكهة. هتلاقوا ناس طبعا بتقول إنه إحنا مستنيين كمان إن اللحمة تدخل في المبادرة، في ناس تاني من الأهالي بيقولوا ما هو اللحمة كمان أو اللحوم كمان موجودة. الفكرة في حد ذاتها فكرة محترمة، إن إحنا نحس ببعض. يعني حضرتك كتاجر كده أو كبياع، أو لو يوم واحد في الأسبوع كده عملت فيه تخفيضات، تخفيضات بجد، نزلت شوية في الأسعار، عملت مبادرة حلوة تساعد بيها الناس، ربنا يكرمك وييسر عليك رزقك كده، وهتشوف والله فرق كبير على فكرة. لأنه من صار بين الناس جابرا للخواطر، ربنا بإذن الله بيجبر خاطره إن شاء الله. يا رب يرزقنا جميعا جبران الخاطر. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا أحمد صالح عن إطلاق هذه المبادرة لمواجهة ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في عين شمس، ونرجع على طول على أولى فقرتنا تتحدث عن تنمية المستقبل، تنمية الحياة، التنمية المستدامة ما هي ببساطة شديدة، وكيف تسير مصر على خطى دول العالم في الحديث عن أو تفعيل التنمية المستدامة مع ضيفنا الكريم الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزير البيئة للتنمية المستدامة، بعد هذا التقرير. انطلقت مبادرة شباب ضد الغلاء بمنطقة عين شمس لبيع المواد والسلع الغذائية بسعر الجملة لمدة 3 أيام في الأسبوع، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. احنا بدأنا أول المبادرة ب3 محلات، كان معنا عطارة وخضار وجزارة. نجحنا بأول مبادرة ونجحنا بالتانية، ان الناس هي اللي بتيجي تقول انا عايزة اخش معنا. هدفنا في المبادرة ان احنا نسعد اي طفل نفسه بفاكهة، أبسط حاجة إن العيل الصغير نفسه اللي هو يأكل فاكهة، الأم نفسها تجيب طماطم رخيصة. الهدف من بدر إن احنا بنساعد الناس الغلابة وبنساعد المنطقة على غلاء المعيشة اللي البلد فيها. أهل المنطقة أو التجار أو البياعين بتوع المنطقة هم اللي ساهموا معانا بالمبادرة لما سمعوا عنها، فإحنا كلنا إيد واحدة. احنا بنخدم اهل المنطقه والناس الغلابه. حضرتك احنا دخلنا المبادره ديت عشان خاطر الاسعار الزياده والكلام ده كله، فبنخفض في الاسعار، ومش احنا بس يعني كل المحلات اللي جنبنا، وكنا يعني نزلنا في اسعار كتير. كيس رز ب 78 كنا بنبيعه ب 55، يعني اسعار كتير بننزلها. ومش هي دي المبادره بس اللي احنا عملناها، كان في قبل كده كذا مبادره، وكل شهر كنا بنعمل نفس الكلام. يعني كل المحلات بتتحد مع بعضيها ونعمل بقى يعني كل اسبوع. كلمني عن اسعار الخضار دلوقتي. اقل من سعر الجمله، والحاجه دلوقتي احنا بنبيع ب 7 جنيه الموطه، ارخص من الجمله اصلا، سعرها في السوق 9 جنيه و8 ونص. كنا عايزين نعمل مساهمه لاهل المنطقه، يعني كنا عاملين مبادره هنا وبرده في المحل الثاني في السوبر ماركت. دلوقتي اللحمه ب 100 جنيه، سعرها في السوق 130 جنيه. المبادره احنا عملناها الاسبوع اللي فات وقعدت 3 ايام، والاسبوع ده النهارده برده مكمله لاخر الاسبوع ان شاء الله. هو الجزار عارف بيكسب ايه وعارف بيخسر ايه، هو مش هيخسر حاجه لما يجرب، وبعدين يوم كده يعتبروا الناس الغلابه عادي. هشتري حاجتي الاسبوع عشان ما اخش الشارع. ده القطه المستويه ب6 عند الراجل، اما الجامده ب8 وب9 وب10 هنا ما شاء الله ب6 ونص. القطه طبعا في فرق، كانت ب10 دلوقتي ب7، ففي وفره 3 جنيه. بس كل بقى انا عايزه كله، يعني كمان اللحوم مش الخضار وبس. شيء كويس طبعا، عشان يعني في ناس كتير ما بتقدرش تجيب الحاجات دي. لو نازل حتى هتجيب لحمه وتجيب خضار وما اعرفش ايه، مش هتكفي ال 200 جنيه. فده شيء كويس ان هم بيعملوا مبادره لان الحاجه ترخص.